هون هلا هسه بعض الإجراءات اللي لازم تعرفوها لما تدخل على ميتينج، سواء كان محاضرة أو لامتحان. على الجهتين يستحسن دائما يكون عندك الميكروفون is muted حتى نحافظ على الهدوء والجو العام في الاختبار. ثانيا، لو بدي أشارك في عندي دائما كبسة raise hand، هاي بإمكاني أني أستعين فيها حتى أكبس عليها، وبالتالي بشوف الدكتور أنه أنا بطلب المشاركة بيعطيني طلب أني أفتح الميكروفون تبعي، وبالتالي بيصير عندي الصلاحية أني أتكلم وأبدي مشاركتي أو سؤالي. آخر إشي وهو موضوع في غاية الأهمية، هو لو بدي مثلا أنا عندي ضغط على الإنترنت في بيتي، فبقدر أنا أعمل تنزيل على استهلاك الإنترنت قدر الإمكان، وبنفس الوقت كمان أنا ما بخالف التعليمات المفروض أني أتبعها في الامتحانات. لذلك بإمكاني فقط أني أكبس على هذا السهم الصغير اللي بيأشر لفوق وموجود فوق إشارة الفيديو، بكبس عليه، بعدين بضغط على فيديو سيتينجز، ومن القائمة اللي تطلع لي فيديو سيتينجز في عندي إشي جدا مهم بعد ما يوريك مين الكاميرا المختارها وكل إشي، ولكن بهمني هون لاحظ عندي أنه باي ديفولت مرات بكون مختار Full HD and therefore هذا الإشي لو تشيله مباشرة باي ديفولت بهي الحركة فقط أنت بتكون نقصت حوالي 60% من كمية الداتا، وبتكون وفرت على سرعة الإنترنت وصار الاتصال تبعك أفضل. أوبشن آخر ممكن أنا أستفيد منه وهو Adjust for Low Light، هاي بالعادة بتكون Unchecked، هاي مثلا ما تستفيد منها لما يكون عندك مصدر الإضاءة الرئيسي مثل الشباك مثل ضوء الغرفة جاي من جهة الخلف، فبالتالي ببين الوجه معتم. So هاي ممكن تفيد بهاي الحركة بأنه لما تعمل تشيك عليها بهذا الشكل بإمكانك تعمل عليها أنه تعمل Automatic Adjustment أو أنه مانيولي، وأنت تتحكم بكمية الإضاءة يلي بدك إيش تعدلها لصورتك حتى تبين مع المك 100%. شكرا جزيلا للمتابعة.